ورجعنا لكم مرة تانية علشان نشوف أخبارنا، والنهاردة هنبدأ بخبر غريب شوية. الخبر ده بيقول إن في حملة نسائية موجودة في الغرب، يعني لفكرة ترويج فكرة معينة وهي الزوجة المطيعة. طبعا احنا متعودين على ان دايما احنا بننادي بحقوق المرأة وبنقول احنا عايزين نوصل لحقوقنا وعايزين نتساوى مع الرجل، بس فكرة ان منصات التواصل الاجتماعي في اوروبا يزيد عليها ترند كبير قوي سموه ترند الزوجة المطيعة او التقليدية او تراد وايف. المقصود بالترند ده المنتشر في الغرب هما شوية ستات كده من الناشطات على الانترنت، واللي بيحبوا ينزلوا بوست معينه بيقولوا ان احنا عايزين نتخلى عن فكره الوظيفه، ان احنا نفضل قاعدين في البيت نطبخ ننظف ناخد بالنا من عيالنا نطيع زوجنا، يعني هي دي اساس الحياه. شايفين ان الاسره السعيده لازم تبقى فيها الجوانب ده. وحسب طبعا موقع هيئه الاذاعه البريطانيه قالوا ان كلمه تراد وايف اللي انتشرت بدات من القرن اللي فات، وقالوا ان السبب في انتشار الكلمه دي بيرجع لوسائل التواصل الاجتماعي لما كانوا بيتكلموا عن الموضوع ده بزياده، وشايفين ان بعض الستات في الوقت ده عايزين ما يبقوش متساويين زي ما احنا دلوقتي بقينا متساويين مع الرجال، لا هم شايفين ان احنا مفروض ان الست دورها اكتر بيكون جوه البيت. صراحه الموضوع كان غريب شويه، وفي ناس حذرت من الحمله دي وقالوا ان يا جماعه احنا بقالنا كتير قوي بنحاول ناخد حقوق وبنحاول ان احنا نوصل للمكانة اللي وصلت لها المرأة دلوقتي، فغلط جدا ان احنا دلوقتي نرجع نحارب اللي احنا كنا بنحارب عشانه سنين بان احنا نقول احنا عايزين نبقى زوجات تقليديات. وقالوا بقى الزوجات التقليديات دول اللي هما مؤثرين على الانترنت في مقاطع فيديو مصوره ليهم قالوا ان الست من حقها تختار، يا تعيش حياه تقليديه تكون فيها هي الدور بتاعها جوه البيت، يعني جوه البيت تساعد بقى عيالها، مش لازم ان هي تخرج زيها زي الراجل تشتغل وتعيل اسرتها، لا هي مفروض ان هي تقعد جوه بيتها معززه مكرمه زي ما قلنا كده ربه البيت، تاخد بالها من عيالها، تطبخ، تراعي الاطفال، مش اكتر من كده، وان هي مش دورها خالص ان هي تشتغل. الفكر غريب شوية على الغرب، وان هما طول الوقت اللي كانوا بيصدروا لنا الفكرة ان احنا ناخد حقوقنا وبقينا فعلا بناخد حقوقنا، فالموضوع غريب وفعلا مثير للجدل. تاني خبر معايا النهاردة بيتكلم عن المغامرة. في ناس كتير قوي شغفهم او الباشن بتاعهم في ان هما يعملوا مغامرة خارجة عن المألوف، أو إن هم يعملوا حاجة الناس تشوفها بشكل إن هو إزاي عملوا كده. هتكلم النهاردة عن مغامر بيعمل حاجة اسمها المشي على الحبل. الحبل ده بيكون مشدود. الرجل ده عبر من قارة آسيا لقارة أوروبا من خلال الحبل. تجربة غريبة أول مرة تحصل للناس اللي هي بتحب المشي على الحبل أو غيره، إن هو يعدي من قارة لقارة. الرجل ده جاي من إستونيا، وهو أنجز بنجاح إن هو يعدي من خلال مدينة إسطنبول، إن هو يعدي من قارة لقارة من آسيا لأوروبا، وده كان من خلال مضيق البسفور واللي بيفصل ما بين قارتين. وهو طبعا أخذ في وقت في القصة دي حوالي 47 دقيقة ماشي على حبل طوله حوالي 1074 متر، وكل ده كان على ارتفاع 165 متر فوق سطح البحر. انتم متخيلين المغامرة الطويلة دي كانت صعبة ازاي، ان هو ماشي على الارتفاع ده كله على حبل وبيعبر ما بين قارة لقارة وتحتيه مية. طبعا حبه للمغامرة وكمان فكرة الشهرة والأضواء اللي جات عليه لما تصور كل الكلام ده وانتشر في فيديوهات على السوشيال ميديا، طبعا يعني تجربة حلوة، بس مش أي حد يقدر يعمل اللي هو عمله ده، وده طبعا كان بالموافقة والتنسيق مع جهات حكومية كتير جدا. يعني فكرة حلوة، بس أرجوكم محدش يبص ويقلد ويعمل ده، ده أكيد شخص مدرب وقت طويل جدا عشان يعرف يعمل ده. تالت خبر معايا النهاردة هو عن حالة مرضية نادرة، والحالة دي يا رب ما تجيش لأي حد فينا، لأن الحالة دي خلت ست في بريطانيا تصرف حوالي 8000 دولار أمريكي وتتسوق وهي نايمة. الست دي عندها 39 سنة وهي بتعاني من اضطرابات في النوم من صغرها.
حالتها بدأت ان هي تتدهور اكتر في السنوات الاخيرة، لحد ما بقت بتعمل حاجات كتير قوي وهي نايمة، وتصحى الصبح مش فاكرة منها اي حاجة. الست دي ممرضة وبتقدم بودكاست بيتعرض على مواقع التواصل الاجتماعي، عايشة في امريكا مع ابنها وجوزها. طبعا هي من وهي عندها 5 سنين كانت بتقوم من على السرير وهي نايمة، يلاقوها نايمة في أرضية المطبخ، يلاقوها في الريسبشن في أي وقت. كل مدى بتكبر المواضيع بتكبر معاها وتعمل تصرفات مختلفة وهي نايمة، لحد ما وصلت إن هي موقع إي باي بعت لها إن هي اشترت من عليه نظارات بسعر معين، فاكتشفت ان هي بقت تعمل شوبينج كمان وهي نايمه. وفي يوم من الايام جالها طبعا مسج ان هي صرفت اونلاين 8000 دولار امريكي، وكل ده ما كانتش فاكره عنه اي حاجه وعملته برضه وهي نايمه. يا رب المرض ده ما يصيبش اي حد فينا، لان احنا لو عملنا شوبينج واحنا نايمين واونلاين شوبينج، يعني الموضوع يعني خبوا الفيز وانتوا نايمين وخلاص. بكده تكون اخبارنا خلصت النهارده، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا، استنونا.